السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في موقع اسمه IFTTT، أنا بستخدمه كتير. ده عبارة عن إيه؟ عن إن في تاسك لما تحصل يبدأ هو يعمل حاجة تانية، يعني أتمتة المهام. يعني لو نشرت حاجة مثلا على وورد بريس، هو أوتوماتيك ياخدها ويحطها على الفيسبوك والتويتر واللينكد إن وهكذا. طيب بدأوا يعملوا حاجات خدمات مرتبطة بالذكاء الاصطناعي. طيب تعالى نشوفها كده مع بعض. زي دي مثلا AI generated Twitter for your blog post، يعني هو اوتوماتيك هيبدأ يعمل لك تويت، ممكن يعمل لك بوست، ممكن يعمل لك تقول له مثلا اكتب لي مقال كل يوم عن الذكاء الاصطناعي وانشره في البلوجر، وبعد كده خد الرابط انشره في التويتر وهكذا. كل ده من غير ما تبذل اي جهد خالص. طيب خلينا نشوفها كده. دي الخدمات، هيبدأ يعمل لك AI generated tweet for your blog post، يبدأ يعمل لك بوستات للينكد ان، يعمل لك ابديت كل يوم مثلا، تديله مثلا 100 حاجة وهو يبدأ ينشر كل يوم واحدة، تمام؟ او هو شات جي بي تي، او انت لما تتكلم مع شات جي بي تي يبدأ ياخد الكلام ويحطه على المنصة اللي انت عايزها، فيسبوك، تويتر، انستجرام. ممكن تربط الميدجورني بموقع من اللي هما بينشر فيهم الصور، تمام؟ ممكن تقول له مثلا هديك موقع مثلا زي موقع الجزيرة او البي بي سي، اي مقال تنشر هناك لخصها بحيث ان الكلام يتغير، مبقاش منسوخ كوبي بيست، لخصها وحطها عندي، تمام؟ في حاجات كتير جدا بتعمل من غير ما تبذل اي جهد خالص، بيعمل لك اتمته بحيث ان هو يوفر لك الوقت. وكمان هتلاقي تولز كتير خاصة بالسمارت لايف، يعني ان انت مثلا اوتوماتيك لما تكون بره واول ما تقرب من البيت يقيد لك النور ويقيد لك مثلا التكييف، اول ما تقرب من مسافه 5 متر 10 متر يبدا ان هو يشغل لك الاجهزه دي. ففكره السمارت هوم وان انت تربطها بالاي اف تي تي حاجه ممتازه جدا. بيعمل لك نوتيفيكيشن مثلا لو حد دخل البيت، حد خبط عليك، حد في اي مشكله حصلت، تقدر ان انت تجيلك تنبيهات بالحاجات ديت.